هذا سائل يقول: إذا كان المأموم مع الإمام في الصلاة ثم قام ليتم ما فاته، في هذه الحالة تكون السترة بعيدة عنه، فهل يتقدم قليلا إلى الإمام لكي يستطيع أن يدفع المار إذا أراد أن يقطع صلاته؟ وهل ترك السترة في الصلاة يسقط إثم المار، أم يكون المصلي والمار بين يديه آثمين جميعا؟ أما بالنسبة للمسألة الأولى، فإن المصلي إذا صلى مأموما وراء إمامه وسلم الإمام وقام يتم صلاته، فإنه يشرع له أن يستتر، وبناء على ذلك فإنه لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تتيسر له السترة، وذلك بأن يجعل ظهر المصلي أمامه سترة له، فحينئذ لا إشكال، يمنع من مر بينه وبين ظهر ذلك الجالس. الحالة الثانية أن لا تتيسر له سترة قريبة، وتكون السترة عنه بمكان، بأن يكون قدرها قريبا منه كأن يمشي الخطوة والخطوتين، وحينئذ يجوز له أن يتقدم ويتأخر للسترة. وهل يتأخر أو لا يتأخر وجهان للعلماء، وإن كان أصحهما جواز التأخر قدر الخطوة والخطوتين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: رأيناك تكعكعت فتكعكعناك، ما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام فتأخر لحاجة. ومما يدل على مشروعية ذلك التأخر حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المنبر كان إذا ركع ورفع من الركوع نزل ورجع حتى يستتم المكان ويتهيأ لسجوده، فدل هذا على جواز الرجوع عند الحاجة، وإن كان قد شدد به بعض العلماء، ولكن السنة دالة على جواز ذلك. الحالة الثالثة أن تكون السترة بعيدة عنه، يحتاج إلى عمل كثير وخطوات بعيدة، وحينئذ يبقى على حاله، ويقدر بموضع سجوده، فلو مر أحد منعه على قدر مسجده تقديرا. والله تعالى أعلم.